بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا هنا على النموذج اللي احنا عملناه قبل كده. طبعا اللي ما شافش الدرسين دول لازم يرجع لهم، لان ده نموذج جاهز احنا بنشتغل عليه على طول. فهقول تعال على النموذج. طيب بدل ما يعني انت اكن ده النموذج اللي عندك، هتيجي كده على مجلد جديد وتعال نحط حرفين برضو WW، وتعال في وسطهم كده ونسميه المبيعات. تمام كده، ونخش على النموذج. هات لي الاتنين دول، اعمل لهم كوبي وهنا هنعمل بيست. ماشي يا جماعة. وتعالوا احنا قلنا الاسامي دي هتتغير لوحدها، انا ماليش دعوة، انا بغيرها من جوه البرنامج. فبضغط على كلمة نموذج، لان في ناس المرة اللي فاتت قالت والنبي اشرح لنا كده بالراحة خالص عشان نشوف انت هتعمل ايه وهتغير الاسامي ازاي والكلام ده. فعشان كده انا بادئ معاكم واحدة واحدة. فتح معانا اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة، وزي ما قلنا احنا اخر حاجه اخر شكل وصلنا له زي ما اتفقنا في الدرس اللي فات. يعني اللي عايز يرجع للنموذج ده المفروض يراجع الثلاث دروس اللي فاتوا. ادي النموذج يا جماعه بالشكل بتاعنا. احنا قلنا الجداول اهو، بروح لجدول 2، بروح لجدول 3، والاستعلامات برضو احنا عاملين استعلام 1 واستعلام 2 واستعلام 3، بروح لاي حد فيهم. وعندي التقارير برضو تقرير 1 وتقرير 2 وتقرير 3. طبعا احنا الكلام ده شفناه مع بعض. طب تعالوا بقى نبدأ شغلنا واحدة واحدة كده، وتخلي بالكم الأكواد هنقولها بطريقة مختلفة وهنعملها واحدة واحدة مع بعضينا، فعايز الناس مصحصحة معايا. طيب أول حاجة عايزين نغير الاسم بتاع البرنامج، بدل ما هو اسمه نموذج لا عايزين نسميه المبيعات. طب تعالى كده على كلمة نموذج واحد هنا وهنكتب المبيعات. هاجي بقى على كلمة المبيعات دي نفسها، هاخد كوبي وتعالى لي هنا على نموذج واحد اهو اللي هو السوليوشن ده، هنضغط عليه برضو وهنا هعمل ايه؟ بيست. يبقى برضو سمهولي ايه؟ المبيعات. طيب تعالوا بقى فوق ماي بروجكت ده نعمل كليكتين، كليكتين يمين عادي، وتعالى هنا برضو اهو لصق، وهنا لصق، وانا يبقى كده ايه؟ غيرت الاسامي كلها ومفيش اي مشكلة، البرنامج بقى اسمه المبيعات. ماشي يا جماعه. احنا طبعا دي تفاصيل صغيره ولكن مضطرين نقولها عشان محدش يقع منه حاجه. هاجي بقى على الفورم 1 برضو للتسهيل، يعني اف 1. تمام. طيب وهنا بيقول لي هغير كل حاجه بهذا الاسم، اقول له تمام. هنيجي على الموديول برضو نفس الحكايه، عايز اغير اسمه. احنا عندنا جماعه في 3 موديول هنعملهم، واحد للجداول معايا، فهنقول له برضو هنحط ال WW، خلاص بقى احنا اتعودنا على الكلام ده، وهقول له الجداول. وطبعا هنبقى نعمل واحد للتقارير واحد للاستعلامات، برضو نفس الحكاية، قال لي غير الاسماء، اقول له غير زي ما انت عايز. تمام لحد كده. طيب تعالوا بقى نبدأ الشغل بتاعنا اللي احنا كنا بنشتغله وبرضو هشتغله معاكو واحدة واحدة. اول حاجة استدعاء المكتبات. تعالوا كده نبدأ نكتب اول حاجة import، طبعا بتظهر لي اهي. هقول له system dot data ايه برضو، وهقول له ايه؟ انتر. وتعالى برضو ناخد دي زي ما هي كده كوبي، وهنا هنعمل بيست، وتعالى نحط لها دوت، وهنحط اس كيو ال اهو، اس كيو ال كلاينت، هنضغط عليها. ماشي يا جماعه. يبقى احنا هنا دلوقتي المكتبه الخاصه بالاس كيو ال اسمها اس كيو ال كلاينت. لحد كده في مشكله؟ طيب تمام. نبدا بقى نضغط هنا
ونقول له انتر بعد الموديول على طول بعد كلمة الموديول. هنا بنبدأ نقول له الجمل بقى الشهيرة اللي احنا بنكتبها اللي هي الكون والسي ام دي والدي تي. فبابليك اهي بابليك كون ماشي، وهقول له از نيو، وهنا بقول له اس كيو ال. احنا طبعا لما كتبنا هنا اس كيو ال كلاينت فراح مطلع لي كل الحاجات الخاصه بيها، فاحنا عايزين ايه؟ اس كيو ال كونكشن ماشي. اول حاجه اللي هي عايز اعمل عمليه اتصال، فهقول له كونكشن وهقول له انتر. وحاجه تاني حاجه برضو هقول له بابليك وهقول سي ام دي. احنا طبعا بنعمل اتصال مباشر زي ما احنا متعودين يا جماعه، از وهقول له اس كيو ال. المره دي هقول له كوماند، هقول له انتر، وتعالوا على بابليك وهنا دي تي از نيو داتا تيبل. ماشي يا جماعه، كل الكلام ده كلام قديم ومتعودين عليه وما فيهوش اي مشكله. طيب تعالوا بقى نقول له كده انتر، وتعالوا الجمله اللي انا هكتبها خلي بالكوا بقى احنا اللي هي استدعاء الجداول احنا كنا بنعملها كتير قوي، بنكتبها كتير قوي. المره دي لا، هنكتب كل جمله فيهم مره واحده بس. يعني احنا في عندي سيلكت اللي هي فروم، هنكتبها مره واحده وهنبدأ بقى نستخدمها زي ما احنا عايزين في اي مكان. فهقول له اول حاجة sub، وتعالوا برضو نعمل www، وتعالوا والاول نقول له انتر بس، وتعالوا في وسطيهم كده وهنقول له زي ما احنا متعودين يعني بنسميه ايه، تحديث، على اساس انه تحديث الجداول لان احنا بنستخدمه في التحديث كتير جدا. ماشي كده. طيب تعالوا هنا بقى بقول له لو انا جيت اول حاجه، طبعا اون ايرور دي بنتعود نكتبها وان كان احنا بنكتبها في الاخر عشان لو في اي حاجه بنكتشفها يعني، اون ايرور ريسام نيكست تمام، وهقول له انتر. وتعالوا نقول له برضو نفس الكلام تاني، هناخد احنا قلنا لما بكون بعمل الجدول الاساسي بيعمل لي مشكله لان الجداول بتخش كلها في بعضها لو ما خدتش كده. تعالى ناخد الاتنين دول كده تاني، هقول له هنا كوبي، وتعالى نحطهم هنا بيست، ولكن طبعا ما ينفعش اقول له بابليك، فهقول له ايه ديم اهي، وبرضه هنا ماشي انتر. هقول له بقى الديتي دوت كلير، يبقى اول حاجه بقول له نضف لي الجدول، هقول له انتر. وتعالوا بعد كده يا جماعه هناخد جمله سي ام دي نيو، وهقول له اس كيو ال كوماند، هنفتح قوس نقفله، وتعالوا هنا في النص وهقول له ايه سيلكت. الاول بنعمل علامه تايتل سيس وهقول له هنا سيلكت، طبعا مش مهم حروف كبيره حروف صغيره مش هتفرق. طب تعالوا بس الاول اكتب اي حرف كده وليكن ايه، وبعد كده هقول له فروم وهقول له المفروض التيبل، وبعد كده بقول له كوما كون. ماشي، يعني احنا دلوقتي الجدول ده بجيبه منين؟ من المسار اللي انا هحدده له فوق اللي هو من الاتصال ده يا جماعه، اللي هو ده احنا طبعا لسه هنجيبه. فبقول له اهو بفتح قوس وبعمل بقفل القوس بحط اتنين سنجل كوتيشن، وهنقول الكلام ده هنجيبه منين. ماشي، زي ما احنا متعودين دائما يعني. طيب هنا بقى انا خلصت الجمله دي، تعالوا نقول له انتر، وتعالوا نكمل بعد كده هقول له كون دوت اوبن انتر، وبقول له الدي تي دوت لاوت، نفتح قوس ونقفله. طيب يبقى انا الدي تي بجيبه منين؟ بقول له سي ام دي دوت اكسكيوت ريدر، اهي بختارها
تمام. طبعا بقول له بعد كده بقى انتر، وبقول له كون دوت كلوز وانتر، وبعدين الداتا جريد فيو اللي احنا بنرمز لها دي جي في دوت داتا سورس بتساوي الدي تي. طيب كلام كويس. هنا بقى بص يا جماعة، احنا طبعا الجدول بيختلف، فعشان كده في كل مرة اكني بكتب الجدول بعمل الكود مرة اخرى. اقول له لا، انا بقول له هنا سيلكت، المفروض دول الاعمدة بتوعي اللي هما بختار الاعمدة، اي عدد من الاعمدة، فعشان كده هقول له ايه كول، هختصرهم بالرمز كول as string. ماشي تمام. هاجي بقى اشيل دي وعايز احط بدلها كلمة كول، فقلنا عشان تتحط صح فباجي اعمل كده على متاي تنصيص، واجي في وسطيهم بعمل بالراحة اهو، هاخد مسافتين، هاجي في وسطيهم وهاخد اتنين اند، واضغط برضو في النص كده واخد مسافتين، حلو، وهسمي ده كول. يبقى ده كل الاعمدة اللي انا هاخدها. هاخدها منين؟ المفروض من تيبل، يبقى فروم، هنا برضو هشيل التي وهعمل نفس الكلام، اتنين دبل كوتيشن، وهنيجي في وسطيهم ناخد مسافتين، وهنيجي في وسطيهم ونعمل اتنين اند، وبرضو في وسطيهم هناخد مسافتين، ونيجي في النص كده وهقول له مثلا هنسميها تي بي ال. ماشي، يبقى هنا برضو حاجه نفس الكلام، كوبي هنا بس ناخد كوما نحط دي بيست، ولكن هنا اسمها تي بي ال، تي بي ال، تمام كده. طيب هنا بقى فاضل لي الدي جي في، هقول له خد نفس الكلام ده تاني اهو، اعمل كوما برضو، فبقول له as data grid view. ماشي كده، يبقى انا الكود ده كده بقيت اقدر استخدمه في اي حتة، طالما انا هحدد الاعمدة وهحدد التيبل وهحدد الدي جي في. لحد كده كلام كويس. طب تعالى ناخد بقى كلمة تحديث دي ونشوف هنحطها فين وهنستدعي الكلام ده ازاي. اولا طبعا قبل ما نعمل الكلام ده، في هنا احنا ما حددناش المسار بتاعي، انا هجيب منين الجدول، تمام، الكون دي يعني بتروح في مسار محدد وتجيبه. طب احنا هنعمل ايه، هنتصرف ازاي؟ بصوا معايا كده يا جماعه زي ما احنا متعودين، تعالوا هنا على الداتا سورس وهقول له اد نيو داتا سورس، احنا ولا هنضيف ولا حاجه، بس هنعمل حاجه بسيطه قوي. فهنا بيقول لي انت عايز داتابيز ولا ايه، هقول له ايوه. طيب وهنا من الداتا سيت هقول له تمام. هنا يا جماعه انا هقول له عايز نيو كونكشن. في النيو كونكشن انا عندي هنا اختيارات، بصوا يا جماعه هل انت عايز اكسس ولا او دي بي ولا، فانا بقول له هنا مايكروسوفت اس كيو سيرفر اس كيو ال، يبقى مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر هي اللي بختارها، وهنا انا دي اللي هشتغل بيها على طول، عشان كده هقول له اولويز يوز سيلكشن، هقول له ايه اوكي تمام. طيب احنا بقى كنا في الجداول نروح وندور ونعمل، اقول له لا، احنا قلنا الحاجات دي بتخش على الجهاز نفسه، بتبقى جزء من الجهاز، عشان كده لو فتحت هنا كده هلاقي كل اسامي السيرفرات اللي موجوده عندي في الجهاز. فهنا واجدي اهو و اس 2008 هضغط عليها، بصوا كده لو فتحت تحت قال لي في حاجه اسمها جدول اسمه المبيعات، وبقيه الحاجات اللي موجوده اقول له يبقى انا عايز جدول الايه المبيعات كده، تمام يا جماعه. طب تعالوا نعمل تيست كونكشن، اتصل تمام التمام، اقول له شكرا موافق وهقول له اوكي. طيب المفروض ان انا اكمل؟ لا اوعى تكمل، افتح دي بقى. هنا يا جماعه بص هو اللي راح بنفسه، تعال ناخدها الاول وبعدين تعال نفسر الحكايه واحده واحده. هقول له هنا اعمل لي نسخ، وهنرجع تاني للكود بتاعنا اهو الاس كيو ال كونكشن، وهقول له تعالى نضيفها هنا ونقول له ايه بيست. بصوا كده يا جماعه ادي الجمله بتاعتي، عمل ايه؟
قال لي الداتا سورس مصدر المعلومات بتاعتك، هتخش على وجدي يبقى الجهاز اللي اسمه وجدي، واس 2008 اللي هو السيرفر بهذا الاسم، وهعمل فصل منقوطة، وهنا انيشيال كتالوج بيساوي، هنا الجدول بتاعي اسمه ايه يا جماعة؟ مش الجدول، هنا الداتا بتاعتي اسمها ايه؟ الداتا اسمها المبيعات، اهو دي يعني بين الاتنين دي، يبقى ده الداتا بتاعتي اسمها الايه؟ المبيعات. وهنا انتجريتد سيكيورتي بيساوي ترو. طبعا احنا هنا قلنا طالما انا شغال على الجهاز يبقى عشان كده مش محتاج اقول تفاصيل، لكن لو انا هشتغل وعشرة هيشتغلوا معايا، لا الكود ده هيختلف شوية، وهنبقى طبعا نعرف الكلام ده في حينه. طيب فاضل ان احنا ناخد هذا الكود ونضيفه بقى في بداية التشغيل، وبعدين نشوف الحكاية هتمشي ولا مش هتمشي. تعال ناخد كده تحديث، هقول له ايه؟ كوبي، وتعالوا نروح على بداية التشغيل، نضغط هنا كده. بصوا معايا يا جماعة، طبعا دي الحاجات اللي هي بتاعة النموذج، هقول له انتر، وهحط ده كده، وهقول له ايه؟ بيست. فطبعا هيقول لي في ثلاث حاجات هنا ناقصة، اخطاء اهو. طيب اول حاجة الاعمدة، بس دي المفروض انها ايه؟ سترينج، يبقى هضغط كده وهاخد فاصلة، والتانية كانت سترينج، وهاخد برضو الكومة بتاعتي. ما تنسوش يا جماعة هنا كانت داتا جريد فيو، فاحنا دي في الايه؟ في التيبل الاولاني، فعشان كده هقول له تي 1 دي جي في، زي ما احنا بقى، عشان كده بقول راجعوا الدروس عشان تبقوا فاهمين معايا اهي يا جماعة، تمام؟ طيب هنا بقى انا عايز انهي اعمده بالظبط، اقول له لا ده انا عايز الجدول كله، يبقى مفيش داعي ان انا اكتب الاعمده كلها، قلنا بنحط ستار. ستار ده يعني كل المعلومات اللي في الجدول. طيب واسم التيبل بتاعي ما تنسوش بقى، بضغط كده اهو تي تي الاول، واسمه ايه؟ المبيعات. يبقى ما تنسوش الداتا بتاعتي بين اتنين دي ودي، لكن الجدول بتاعي بين تي وتي، تمام؟ وبقيه الحاجات كلها دبليو زي ما احنا متعودين. طيب يبقى كده انا فعلا كملته، خلاص كملته هنا، ما كملتوش هناك، بحيث لما احب استخدمه مع حاجه تانية هستخدمه، يعني ممكن استخدمه 10 20 مره، بس هنشوف التفاصيل اللي هتتحط هنا في كل مره مختلفه. طب نسمي بسم الله ونجرب. تعالوا نضغط كده، زي ما انتم شايفين يا جماعة ظهر الجدول معايا بمنتهى البساطة. طب المرة بقى احنا المقاييس دي كنت انا بعملها واحدة واحدة، وبعدين قلت على ايه؟ طب ما انا استخدم الخاصية اللي هي بتفردهولي في المكان كله، يبقى كده الحكاية بتبقى اسهل مع الجداول كلها. ما تنسوش ان انا عندي اساسا حرية حركة ان انا اكبر واصغر زي ما انا عايز لو انا احتجت يعني، ولكن انا عايز الصفحة تبقى مليانة قدامي بالجدول، عشان كده تعالوا نروح لخاصية بسيطة برضو، دي هنبقى نضيفها فيهم كلهم بعد كده عشان تبقى الحكاية أبقى، إلا لو أنت عايز عكس ذلك في ظروف معينة بتشيل هذه الخاصية. بصوا يا جماعة كده، لو أنا جيت على الداتا جريد فيو بتاعتي دي أهي، بصوا هنا يا جماعة مكتوب إيه؟ أوتو سايز كولوم، تعالى افتحها، وبيقول لي نان، مفيش حاجة، أقول له لا خليها لي فول، هضغط على فول، وتعالوا نشوف الحكاية كده هيبقى شكلها عامل إزاي. اتمنى يا جماعه ان انتوا يعني تستوعبوا معايا الحكايه وتكون سهله بالنسبه لكم، تحسوا كده ان في تجديد، واتمنى الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبه لكم، وعايزكم اول باول كده تشتغلوا معايا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.